الإطار يغادر حلقة الثلث نحو فضاء الأغلبية، فهل تفك العزلة السياسية عقدة الانسداد في العراق؟ وجوب الأغلبية للثلثين يمثل حجرا عائقا أمام سير التفاهمات نحو تشكيل الحكومة المرتقبة، والمعطيات تؤكد ضرورة الذهاب نحو توافق سياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من حصاد الأيام. ما تزال الأعين ترنو صوب الغرف السياسية المغلقة بانتظار إعلان حاسم يصدر عن البرلمان، وذلك بعد قرار الكتلة الصدرية تقديم استقالة جماعية لنوابها من عضوية مجلس النواب. وفتح قرار الاستقالة اللي جاء بطلب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر فتح باب الاحتمالات على مصراعي، فالترقب السياسي اللي دام أشهر انتهى بصدمة للرأي العام غيرت مجرى التفاوض نحو تشكيل الحكومة المقبلة. وبينما يرى انسحاب الصدريين بأنه تكتيكي يهدف إلى جر المفاوضات إلى ساحة جديدة، وبينما يعتقد أن التيار ذاهب نحو إشعال فتيل التظاهرات، إذ ما تزال صورة المشهد ضبابية لحد هذه اللحظة، ولكن هنالك من يرى من المراقبين للشأن السياسي أن استقالة نواب الكتلة الصدرية قد تعجل بملف تشكيل الحكومة وإنهاء الانسداد السياسي، ويرجعون ذلك إلى قدرة الإطار الآن على لملمة شتات القوى السياسية وتشكيل حكومة جامعة للمكونات. بالجانب الآخر، فإن شرط أغلبية الثلثين في تشكيلة الحكومة المقبلة يمثل عائق كبير أمام التوافقات السياسية اللي تهدف إلى حكومة شراكة وطنية تضم مختلف الأطراف السياسية في ظل مشهد ضبابي يخيم على الساحة السياسية بعد العودة إلى المربع الأول من أصل تلك التوافقات اللي انتهت عند نقطة خلافية تتعلق بمعضلة الأغلبية السياسية اللي فرضت نفسها على المشهد مجددا وسط تأخر تشكيل الحكومة اللي ما زالت حتى اللحظة لم تظهر ملامحها ولم يعرف فيما إذا كان هذا المخاض العسير راح يأتي بحكومة تتناسب مع متطلبات الشارع أم سيكون الأمر معقد أكثر مما هو عليه. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هذه التداعيات مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. تغييرات دراماتيكية طرأت على العملية السياسية في الآونة الأخيرة لتحدث انقلاب في الواقع قد يقود قوى الأغلبية نحو إيجاد مخرج للمأزق السياسي يتمثل بالإعلان عن ولادة حكومة جامعة لمختلف الأطياف. وتشير تحليلات سياسية إلى أن مواقف الإطار التنسيقي دفعت مختلف الأطراف السياسية إلى التنازل عن مواقفها المتشددة من خلال العودة إلى طاولة الحوار والموافقة على شروط التنسيق. نفتح وياكم مشاهدين هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. بعد ترقب الانفراجة الدام لأشهر شهدته العملية السياسية، انتهى به المطاف إلى بر العزل في صدمة من قبل الكتلة الصدرية غيرت مسير التفاوض لتشكيل الحكومة، إذ يرى زعيمها أن الاستقالة هي الأقرب لحل مشكلة النزاعات وفسح المجال أمام الكتل الأخرى بتشكيلها وفقا لآرائها. وبعد طول صمت يكسره اليوم ببيان يوضح فيه أن الاستقالة جاءت بملء الفم دون خضوعها لضغوط خارجية أو داخلية، إذ شرعت الاستقالة الأبواب على عدة احتمالات تنتظر المرحلة المقبلة. فيرى مراقبو العملية السياسية أن انسحاب السيد الصدر من قبة البرلمان قد تكون عواقبه وخيمة على المشهد السياسي والتحالفات، خصوصا بعد تشظي التحالف الثلاثي. فهذه ضربة يعدها متابعون صدعت جدار التحالف، وقد توسع دائرة الصراع والرجوع إلى المربع الأول من الخلافات. فما يزال المشهد السياسي يلج في عمق الضبابية يوما بعد آخر، خصوصا وبعد تضارب الآراء حول تبعات الانسحاب الذي جاء وسط دهشة الفرقاء السياسيين بعدم توقعه.
فيرجح البعض بتعجيل إنهاء ملف الحكومة، وذلك لقدرة الإطار الشيعي ومساعيه الدائمة إلى لملمة البيت السياسي، وبين من يصرح بانجرار المشهد إلى ساحة مفاوضات أخرى لربما توغل الانسداد السياسي أكثر. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وأرحب بضيوفي الأكارم الأستاذ صباح زنقنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين. حياك الله أستاذ صباح، ضيفي كريما. وكذلك أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ حسين الشلخ المعارض السياسي. حياك الله أستاذ حسين ضيفي كريما. وينضم معي عبر سكايب الأستاذ أحمد عريبي النائب السابق. حياكم الله ضيوفي الكرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ صباح، يعني الإطار مصر على الحكومة التوافقية، يقول أنه هي الحل الأمثل للوضع الحالي، هاي الحكومة التوافقية اللي راح تفك العزلة السياسية وعقدة الانسداد. على فكرة اليوم الضيوف كلهم ما شاء الله لابسين رصاصة حتى بما فيهم المقدم، شنو القصة؟ هي الظاهر الأجواء رمادية لحد الآن غير واضحة، فلهذا كل الأسود يبيض حتى نعرف وضعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك للأستاذ أحمد والأستاذ حسين وكذلك للأستاذ أحمد عريبي ولكل متابعيكم. يعني اليوم حقيقة الأوضاع السياسية تشي بأن هناك يعني هذا اللي يسمونه هدوء ما قبل العاصفة. يعني صحيح أن هناك ربما فرحة لدى بعض السياسيين من أن هناك استبدال أصبح لأعضاء مجلس النواب وتغييرات حصلت، ولكن هذه التغييرات عندما تكون في إطار البودقة الواحدة ولم تكن هناك إشراك لطاقة جماهيرية ولقوة جماهيرية أخرى، فهذا يعني أنه فقط مثل ما واحد عنده قميص يعني راح لونه يجي قلبه يم الخياط وقلب على مود ياخذ على اللون الاخر وهكذا. لاحظ انه اليوم القوه السياسيه تتعكز على الادوات القديمه في مساله التوافقات السياسيه من دون ان يجدوا مخرجا مهما لمساله الاغلبيه او ان يجدوا نافذه للاغلبيه لكي يحققوا نصاب ولا يحصل انشطار فيما بين القوى الشيعيه وغيرها. لكن ما ستؤول إليه الأمور للأسف الشديد في المستقبل القريب أنه الصراعات القديمة المؤجلة التي طويت صفحتها ولم تمسح أو ولم تلغى ستعود مرة أخرى. مشكلة الإقليم مع المركز، المشاكل الموجودة بين القوى السنية والقوى الشيعية، وكذلك المشاكل التي تتعلق بتواجد القوات الأمريكية أو دخول القوات التركية على الخط، وهكذا ستشغل مساحة كبيرة من الوسائل الإعلامية وستشغل مساحة كبيرة من الساحة السياسية مثل ما أشغلت التطبيع مساحة كبيرة. بالتالي سنجد بأن هناك أشياء أخرى وأخرى ستأتي، ناهيك عن قضية غلاء الأسعار ومشكلة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. في سلم الأولويات أستاذ صباح، في سلم الأولويات خليت لنا القضية الكردية باعتبارها بالفعل هي عقدة كبيرة اختيار رئيس الجمهورية. دعني أنتقل بهذا الموضوع إلى الأستاذ أحمد العريبي. حياك الله سيد أحمد. سيد أحمد، يعني خلينا أسألك عما تفضل به ضيف الكريم من هذه الانسدادات، نأتي إلى العقدة الكردية، الخلافات بين أطراف الكردية يبدو أنها لا زالت قائمة رغم التواصل الفعال بينها والاجتماعات القائمة. راح تتسبب هذه الخلافات بالمزيد من الانسدادات السياسية، لو راح أشوف أنه لربما هذه الفترة راح تؤدي إلى فك هذا الاختناق؟ لك ولضيفك الكريم استاذ صباح والأخ الضيف الآخر والمشاهدين القناة والعاملين به، حقيقة قبل لا أجاوب على سؤالك، كنت تعرف الصدمة الكبيرة اللي ولدها انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية والأخوة الصدرية من البرلمان العراقي كانت صدمة كبيرة، كانت صدمت المحبين وأفرحت اللي كانوا يترون نفسهم المتضررين. بس إحنا قبل سنة يعني بعد قرار الشجاع من قبل السيد مقتدى الصدر وعمل على يعني نافذة
لإنهاء الارتداد السياسي إذا نتمنى من الإخوان في الإطار التنسيقي أن يبطون فسحة من الزمن على أقل تقدير الفصل التشريعي عطلة الفصل التشريعي إلى أن تنتهي 27/7 يعطون فرصة للإخوان بالبيرسل لعسى أن يغيرون قرارهم والعودة مرة أخرى إلى البحرين. ولكن الإخوان الظاهر بالتحديد يريدون فقط أن يكون هم الأعداد الأكثر داخل المدينة. هناك خلافات كثيرة وكبيرة. يعني أنت تعرف كل الكلام اللي كان يدور قبل انسحاب السيد مقتدى الصدر والذي كان ينقله من زعماء الإطار التنسيقي كان يشككون في السيادة ويشككون في التكون الكردي وعلاقاته مع التيار الصدري وكيفية ذهاب إلى التحالف الثلاثي. وبالتالي أصبحت حتى أنا وآمين بتبرير صادق محمد القدوسي كرئيس مجلس النواب، ولكن كذلك لم يكن لهم رفقاء في سبيل تمرير سعد كبير رئيس الجمهور العراقي. انا بدي اعرفهم اليه شلون راح يكون الاخوان في الافراد وخاصه الاخوان في الديمقراطي. يعني الوقت اللي حاليا جاي يتفاوض مع الاخوان في الافراد جاي بحقيقه جاي بشروط، ومن هذه الشروط اولا تمرير رئيس الجمهوريه اللي هم لازم يريدونه، وكذلك القرار بالاتحادية. فهنالك كثير من المشاكل راح تحدث. هل يا ترى يستطيعون الاخوان بالاطار التنسيقي على حالتها مع الاخوان مع الاخوان الديمقراطي المتسامي؟ انا اتصور هنالك اشكاليات كبيره جدا احدثها انسحاب السيد مقتدى الصدر وعلى الجميع التأني يا اخوان خلي التأني، لان حتى في حاله ولاده حكومته وحتى في حالة مجيء الإخوان المكون السني والديمقراطي مقدمهم ترى تكون حكومة قد لأن تكون تيار الصدري تيار واسع شارع واسع أو أصلا متغلغل بالعملية السياسية. يعني حتى في حالة الانسحاب أنت تعرف تيار الصدري بتكون مدراء عامين، التيار الصدري بتكون وكلاء وزارات، التيار الصدري لهم تأثير كبير حتى الوزراء. شلون احنا راح نعطي هذه الحكومه شلون راح تقدر ان فعلا تكون حكومه خدماتيه تسعد الشعب العراقي بدون ان تكون هنالك مكون رئيسي في مكونات العمليه السياسيه داخل العراق. طيب هذا التساؤل خليني اذهب الى الاستاذ حسين الشيخ. استاذ حسين حياك الله مجددا. نتحدث عن ما وصلت اليه الامور، يعني الاطار غادر حلقه الثلث والآن هو يتمتع بفضاء الأغلبية، الإطار أيضا دائما ما يلوح بهذه الحكومة بأن تكون حكومة توافقية. عدم تشكيل الحكومة بغير التوافقية راح نشوفه أنه يقضي على بعض المشكلات اللي لربما تطلع. شو رأيك بهذا الطرح؟ من البداية تحية لك أستاذ أحمد والأستاذ صباح ولضيفك من عبر سكايب. حياكم الله. وتحية للشعب العراقي، هذا الشعب المسكين والمظلوم طوال 20 عام. عادة ما تكون يعني العلوم والتجارب اللي ممكن تطرح على الشعوب يكون لها تكون تجربة في حال انه هي فشلت او نجحت. التجربة اللي اتى بها المحتل وكتب الدستور على اساسها منذ سقوط هدامه الى الان هي تجربة اثبتت فشلها، لكنه الشعب العراقي صبر لمدة تقريبا ما يقارب راح ندخل بالعشرين سنة احنا، واثبتت فشلها. فعلى كل النظام السياسي ان يعي جيدا ان تجربته فاشلة. صدرت لنا الارهاب، صدرت لنا الطائفية، صدرت لنا الفساد، صدرت لنا اللصوص وقطاع الطرق ومشاكل ذلك. لذا عليهم بالوقت الحاضر على اعتبار انه احنا وصلنا لحلقة انغلاق وليس انسداد، انغلاق سياسي لهذا النظام، فعليهم التفكير مليا. هسه لربما هذا كلامي ما يرحب به الكردي او ما يرحب به السني او احتمال حتى الشيعي ما يرحب به، لكنه انتم طوال هاي العقدين تقريبا انتم اثبتوا فشلكم، لذا عليكم تغيير شكل النظام. احنا اللي اريد نعالج هسه نقول ما هي اسباب انسحاب السيد مقتدى الصدر مثلا، او ما هي اسباب انغلاقات 2018 او ما سبقتها، شنو الاسباب؟ يعني سيناريوهات عديده ناقشناها في حلقات سابقه، ولكن ما يهم انه هو ما وصلت اليه الامور. يعني باكر جلسه تصويت او تمديد القسم
على الأعضاء الجدد. واضح. شو راح يكون شكل العملية السياسية؟ ما أنا ما أعتقد هو إحنا هاي الانغلاق. أنت يعني هسه كل الجمهور العراقي يتخيل إنه باكر هو راح يصير المدد. ما إحنا اليوم إحنا قرينا يمكن رسالة السيد الصدر بها يعني ما تحت السطور. لربما أنا أقول باكر البارتي ما راح يحضر ولربما السيادة ما راح تحضر. لأنه بها رسالة إنه هاي المقاعد مقاعدي يعني. بها رسالة أخرى أن أنا من سحبت من العمل السياسي ترى أنا موجود يعني مو إحنا كثير نستقرأ ما 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 تحت السطور. لهذا أنا أشوف يوم غد هو انغلاق جديد للعملية السياسية. الإطار لم ينجح عساني إذا الإطار وإذا التيار وإذا كائن من يكون فيما إذا هم يعني يعون القضية جيدا أن المرحلة القادمة هي مرحلة خدمات. خلاف ذلك حتى المجتمع الدولي ترى يعني هو رافضهم وبالتأكيد الكل يعلم أن هناك مؤامرات تحاك هنا وهناك. فباعتقادي وأنا كتبت هذا هاي الأمور ممكن تنحل بالسلب أو بالإيجاب بعد 16 تموز أو بعد اجتماع بايدن. أكو هواي أمور ليش؟ لأن إحنا بالتالي إحنا نخضع للأوامر الخارجية. هذا جانب. جانب آخر اللوبي اللي موجود اللي عملوا عليه من 2019 وإلى الآن وحاولوا جاهدين أن يذهبون بالجنوب للاقتتال ومشاكل ذلك لربما هو خفت نوره أو فشل نوعا ما لكنه ما زال موجود على اعتبار أنه هذا اللوبي متنفذين به هم داخل قبة البرلمان وهناك من يسعى لذلك. أنا اللي أتمنى أني واللي أنا أستنبطه أقول أتمنى من السيد الصدر أن يعدل عن هاي الفكرة ومن خلالكم طبعا وبعض الأشخاص داخل التيار وداخل الإطار إحنا نعتبرهم هم مختلفين عن الآخر على اعتبار أن نشوفهم بهم نوع من الوطنية. فحتى من خلالك أستاذ أحمد ومن خلال برنامجك هذا الراقي أنا أناشد السيد الصدر أن يعدل عن قضية يعني استقالة السيد حاكم الزاملي على اعتبار هو يشكل يعني توازن برئاسة البرلمان. زين الرجل يعتبر عراقي ويطلع من هاي الـ 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 الامر اللي طيب. صدر من السيد مناشده واتمنى انه يعدل عن هذا القرار ولو بسيد حاكم الزاملي طيب. ليش؟ لانه سيد حاكم الزاملي بما له وما عليه هو بالتالي شخصيه وطنيه واني مو جاي اليوم ادافع عن سيد حاكم لكن انا انظر نظره سياسيه لرئاسه البرلمان طيب. يجب ان يكون بها شخصيه مثل سيد حاكم الزاملي بالوقت الحاضر. طيب استاذ صباح يعني استاذ حسين سيقدم لنا مناشده بها رؤيه وايضا قدم لنا عنصر الوقت 17 او 16 7 ولكن انه الملاحظ لغايه الان ما سمعنا عن اجتماع يضم قاده الكتل السياسيه ما جلسوا الى طاوله حوار واحده يعني ما طرحوا انه شكل الحكومه توافقات يعني انفتاح على خارج الإطار الشيعي. بالتالي هذه الجلسة المرتقبة يوم غد راح تكون فقط لترديد اليمين الدستوري للنواب الجدد لو من الممكن أن تشهد بعض الانفراجات السياسية المتوقعة. يعني أتصور أنه الجلسة ستكون جلسة قسم للموجودين الجدد الذين سيأتون كبدلاء عن القوى الصدرية المنسحبة من مجلس النواب ولا أعتقد بأنهم سيحاورون أو يتحاورون على مواضيع قوية وساخنة ومهمة لأنك تعرف بأن مجلس النواب جهة تشريعية وأما القوى السياسية فهم من يصنعون القرارات السياسية والسيادية والبعيدة وما تتحق من مسألة التآلفات والتحالفات وغيرها. هذه قضايا هي سياسية أعمق من عمل مجلس النواب. لكن أنا اليوم أرى بأن القوى الكردية والقوى السنية وحتى الإطار اليوم ربما لديهم توجس من شيء قد يحصل في المستقبل فيما إذا حصل نوع من الانسجام فيما بين هذه القوة. وقلت لك في بداية الكلام أنه هي القوة في الأساس هي غير متماسكة بل هي متلاصقة. ممكن هذا التلاصق أن ينهار في أي لحظة وأيضا أنه هذا التلاصق قد لا يخدمهم في يوم من الأيام إذا ما دخلوا بأسلوب هش أو بطريقة هشة ولم يدخلوا بطريقة قوية على أن لا يجعلوا التيار على هامش الموضوع. اليوم التيار الصدري صحيح انسحب تقريبا 75 نائب لكن علينا أن نعلم بأن كقوة جماهيرية قوة موجودة وأيضا كدولة الآن والوكلاء ووكلاء الوزراء والوزراء والمحافظين ومدراء عامين وشخصيات كثيرة والهيئات الخاصة هم موجودين من التيار. أي أن الدولة لا تزال هي بيد هذه القوة السياسية التي خرجت من
يعني إطار مجلس النواب، لكن من حيث كجهات تنفيذية لا تزال هذه القوة موجودة. لهذا لا أعتقد اليوم أو ليس من 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 الصح على هذه القوة أنها تعتبر خروج التيار الصدري أو تعتبرها نوع من الإقصاء، بل أن تكون هناك مبادرة. يعني هذه الجلسة، يعني كنت أتمنى أنه جلسة يوم غد أن تؤجل كل مقرراتها، أن تكون جلسة مع الأخوة في التيار الصدري والإطار وكذلك الكرد والسنة حتى يضعوا محددات لتمشية الدولة. وإلا إذا اليوم إذا قلنا بأن التيار أصبح خارج العملية السياسية كقوة برلمانية، ممكن أن تشي إلى مشكلة كبيرة قد تحصل، ربما تحريك الشارع وغيرها. لكننا علينا أن نعرف بأن القوة الموجودة اليوم، الإطار هو اليوم يمثل قوة جماهيرية كبيرة. عندما نتحدث عن الإطار اليوم لا يمكن أن نطلق على الإطار بأنه كلهم كانوا فاسدين وكلهم كذا وكذا، يعني هذا أمر ممكن أنك تطعن 2,600,000 جمهور كانوهم قد يعني انتخبوا الإطار. وإذا تحدثت عن التيار بأن التيار فاسد أو غير من هذه الأمور، فأنت تطعن بنحو أكثر من 800,000 شخص هو اختار لهذه القوة. لهذا نتمنى أن لا تقحم قضية سياسية في قضايا شعبوية حتى لا تحصل تصادم بين الشعب فيما بينهم ويكون السياسيين في راحة من المشاكل. وفق هذه الرؤية أستاذ أحمد العريبي، شنو مصير المبادرات السياسية اللي تم انطلاقها من بعض الكتل وطرحتها في الآونة الأخيرة؟ راح نشهد مبادرات جديدة يعني أثناء الجلسة، قبل الجلسة، تؤجل الجلسة، أم أنه التصويت أو ترديد القسم للنواب البدلاء راح يمضي؟ أنا أستاذ العزيز، وهنالك مبادرات، يعني تتعرف سيد عمار الحكيم ودكتور حيدر العبادي، يعني عندهم مبادرة، عندهم يعني جاي يطلبون من الإخوان داخل إطار التنسيقي أن يأجلون جلسة ترديد القسم، يعني يريدون يعطون فسحة مباحثات مع السيد مقتدى قسم أن يتراجع القرار والعودة مرة ثانية إلى مجلس الأمة. فأنا ما يعني ما تضير من تأجيل الجلسة إلى يوم إلى ما بعد العيد، يعني ما تضير. يمكن هنالك يعني كثير من المبادرات راح تظهر. ندري داخل إطار التنسيقي كثير من الإخوان داخل إطار التنسيقي ما يحبذون أن يكون السيد مقتدى الصدر خارج العملية السياسية، يعني يعرفون السيد مقتدى الصدر. فأنا أقول الكل جلسة بكرة يعني للعقلاء داخل إطار التنسيقي اللي عملوا على تأجيلها، وبالتالي أعطى فسحة لسيد مقتدى الصدر. أما في حالة الترديد القسم يوم غد للأعضاء الجدد بعد هلالة، يعني ما ممكن بعد مرة ثانية يعدل قرار سيد مقتدى الصدر، لأن الأخوان يسألون أعضاء مجلس النواب رسميين، يعني ما ممكن يجون أعضاء سابقين. فلذلك احنا نقول إشكاليات كبيرة والله العظيم إذا سبقناها هذه الإشكاليات بحنكة سياسية حقيقية، أنا أتوقع نبدأ نطلع من هذه. والا لا تتصور يعني حتى في حالة النجاح والشروع باختيار رئيس الجمهوريه واختيار شارع الاطار التنسيقي، ولذلك شارع انتم كنتوا ضد كثير من المعاقل كثيره على 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 بالتحالف الثلاثي. زين شلون انتم هسه حاليا شلون راح توافقون مع رئيس مجلس النواب الدوسي اللي انتوا وصلتوا راضينه واصلا راضين الرئاسات الثلاثه؟ انتوا حاليا راح تجبرون بعد الاخوان بالاتحاد تدري يعني بقوا معاهم بالاطار التنسيقي بالثلث الضامن، وبالتالي انتوا شلون راح تمررون برهان صالح دار رئاسه الجمهوريه وانتوا اصلا كنتوا راضين لهذه الشخصيه؟ يعني وفقا لهذه الرؤيه استاذ احمد، نعم، اشكاليات كبيره. تمام، انا اقول أعطاء فسحة وعمل مباحثات ولقاءات كبيرة جدا مع الإخوان في التيار الصدري، والنجاح الحقيقي لأن تبقى العملية السياسية تمشي بصورة صحيحة هو إعادة التيار الصدري مرة أخرى إلى البرلمان، وإلا والله ستكون إشكاليات كبيرة جدا لا يستطيعون الإطار التنسيقي أن يحسمون. طيب، وفقا لهذه الرؤى أستاذ حسين، يعني على أي حال التيار الصدري قانونا وتوجيها هو متمسك بمغادرة البرلمان، ولكن بالمقابل أيضا هنالك من يرى، وحضرتك أيضا ركزت على
الفائدة الشعبية. هنالك من يرى أن الحكومة التوافقية هي الحل الأمثل، ما يمكن للكتل أن تشارك أو تصوت لحكومة دون أن يكون لها تمثيل في البرلمان، بالتالي كل المواضيع والمشاريع اللي تطرح بالبرلمان راح ترجع بالفائدة على مكونات معينة من الشعب العراقي حسب تمثيل نوابها. تشكيل الحكومة بهذا الشكل التوافقي كيف تنظر إليه من وجهة نظرك؟ أستاذ أحمد، نظامنا البرلماني أو النظام اللي سوقنا من الخارج على اعتبار اعتبره العراقيين الشعب السويسري وجابوا لهم نظام برلماني، هو يعني القاعدة الأساسية مالته أن يكون بالبرلمان أغلبية ومعارضة. طيب، منذ الاحتلال وإلى الآن أو منذ الدستور والانتخابات الأولى وإلى الآن عملوا على قضية المحاصصة من الداخل، فما ممكن يكون نجاح النظام مهما كان أنه الكل ممثلة بالحكومة والكل ممثلة بالبرلمان والكل ممثلة في كل شيء مفاصل الدولة، بالتالي من سيحاسب من؟ هذا النظام هسه احنا لو يعني جزمنا ان هذا النظام هو واقع حال بالنسبه انه اكو قانون هو مفروض علينا، السياسه بالعراق اللي دا تعمل يعملون بالعرف السياسي، ما يعملون عاده، ما اكو عرف سياسي نعم كل العالم، لكن العرف السياسي يقف عند خط احمر، اكو خط احمر يسمى مواد الدستور والقانون، احنا ما عندنا قانون ممكن يتجاوزونه، ففي خلال هاي الفتره يعني خلال هاي الفتره ماكو تجاوز على الدستور، لا اكو، فكل القرارات فيما اذا هسه السيد الصدر يوم غد ونتمنى على اعتبار نمشي السفينه ونمشي يعني نفكر بالعراقيين، هذا الانسداد ياثر على العراقيين في حال حب العوده، يعني مثلا الحلبوسي راح يقف امام السيد الصدر يقول له لا ما يصير لان وقعنا وش وضع قانون، احنا ما عندنا قانون يحكمهم ولا عندنا ولا هم معترفين حتى بالدستور، الدستور صار مثل عصا موسى، هم احرار مره يسوونها افعى مره يسووها، فللاسف الشديد احنا بمأزق ومأزق كبير، واللي يعاني بهذا الموضوع هم الفقراء اللي وصلنا النسبه دائما نذكرها 11 مليون عراقي تحت خط الفقر في ظل الاخ الاكبر الشيعي والاخ السني وهذا النظام والكردي وما شاكل ذلك وهذا النظام البائس، فأنا ما اشوف اكو يعني حل لهاي الازمه سوى التوافق، وقضيه الثلثين هاي ما تتحقق. طيب، ما ممكن تتحقق، انا ما جاي ولا ممكن الاطار يقدر يشكل حكومه على اعتبار هو عنده هسه لو فرضنا جدلا سيشكل الحكومه الاطار، يبقى قلق الاطار ممكن اسقاطها بتغريده واحده، يطلعون مثل ما دخل بالسابق تيار الصدر للبرلمان وحصل ما كان يريد عليه، فبالتالي احنا ما نعمل وفق قانون، احنا ما عندنا قانون يحكمهم، يحكم فاسد يحكم يقول لهم مثلا انتم تجاوزتوا المده الدستوريه ما يصير، هذا ما عندنا، المحكمه الاتحاديه كل احترام لها محكمه الاتحاديه تكتب الكتاب وتدزه لهم، هم لا حول ولا قوه، والا المحكمه الاتحاديه هي المعنيه بهاي الامور تقدر بالوقت الحاضر تفرض على مثلا على التيار الصدري او على الاطار او على شكل النظام بالمطلق، فلهذا للاسف الشديد بما انه قانوننا نداس عليه، يعني خلينا نحكي بالعاميه نداس عليه وعلنا وامام العراقيين بالمجمل والفاسد اصبح هو الزعيم، فلا تتوقع خير من هذا النظام، الحل بعوده التيار الصدري والعمل على يعني تشكيل حكومه خدميه، اعتبر هاي الفرصه الاخيره لهذا النظام. انا في اقل من دقيقه استاذ صباح، في ما تفضل به السيد حسين الشلخ يؤيد الحكومه التوافقيه ولكن بعوده التيار الصدري، كيف يكون يعني هذا الأمر صعب جدا باعتبار أنه التيار الصدري أراد الحكومة الأغلبية وهذا يتصادم كثيرا مع مفهوم الحكومة التوافقية، لكن نقول لو كانت ثمة يعني جلسة سياسية مغلقة بين كبار القوى السياسية ممكن أنها تنهي الأزمات، لا نتعكز فقط على التصريحات الإعلامية أو عن التصريحات التي تأتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، هذه طبعا توسع الهوة بين هذه القوى وأيضا تخلق نوع من المناكفات ونوع من المشدات. أعتقد أنه لو كانت ثمة مبادرة من قبل القوى الكردية والقوى السنية وكذلك القوى الشيعية بإيصال رسالة إلى التيار الصدري بأنهم يعدلوا عن هذا القرار أو أنهم يفكروا بالجلوس مجددا بدل أن تحصل يعني عملية الانشطار، لأن في كل الأحوال إذا خرج التيار أو بقى العملية السياسية هي ستجري وستنتهي إلى
ما ستقول إليه، لكن المشكلة أين ستقع؟ المشكلة بأن هناك الجمهور الذي يقول بأنني أنا كنت في يوم من الأيام السبب في إنتاج 75 برلمانيا، أنا اليوم سأحاسب القوى السياسية، وهذا ما نتخوف منه، أن تكون هناك تحرك الجمهور باتجاه القوى السياسية. يعني هذا الملف إلى أيضا علاقة رابطية مع الملف الآخر، تتفضلون ضيوف الكرام البقاء معي كي نتابع في الملف الآخر مشاهدي الأحبة بعد الفاصل. وجوب الأغلبية للثلثين يمثل حجرا عائقا أمام سير التفاهمات نحو تشكيل الحكومة المرتقبة، والمعطيات تؤكد ضرورة الذهاب نحو توافق سياسي. من جديد حياكم الله. ما أن بدأت القوى السياسية تتقارب فيما بينها بالرؤى السياسية اللي يراد منها تشكيل الحكومة المرتقبة، حتى اصطدم ذلك التقارب بنقطة خلافية طالما رافقت المشهد السياسي، ألا وهي الأغلبية السياسية. ويؤكد متابعون للشأن السياسي أن سير التوافقات يتطلب وقت طويل لتجاوز الأزمة الراهنة اللي زادت من تعقيد المشهد السياسي. ملفنا الثاني ناقش هذه الجزئية، ولكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. قبيل ساعات من جلسة يوم الخميس المخصصة لتعويض نواب الكتلة الصدرية المستقلين بنواب بدلاء من كتل مختلفة الأجناس وآخرين مستقلين، تقفز إلى الواجهة عدة سيناريوهات واحتمالات ممكنة التحقيق بعد أداء اليمين الدستورية. فتراوحت الآراء فيما سيكون الوضع بعد التغييرات التي ستجري على شكل الخريطة البرلمانية. أولى هذه القراءات تتحدث عن قرب توصل قوى الإطار وحلفائه من تشكيل أغلبية عددية والذهاب نحو جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما يتطلبه نصاب هذه الجلسة المشروط بالثلثين، خاصة وأن أحزاب الشمال لم تتفق فيما بينها حول مرشح وحيد لرئاسة العراق، في حين تذهب تحليلات أخرى أن التحالف الثلاثي الذي لم يعد ثلاثيا بعد انسحاب كتلة السيد الصدر سيكون مضطرا لخيارين أحلاهما مر، أما حله وطي صفحته أو تقديم التنازلات والقبول بالأمر الواقع، خاصة بعد تبدل خرطة الأكثرية والتغيير في الحجوم النيابية. وأمام هذه المتغيرات الطارئة التي واجهت التحالف الثلاثي وبعثرت أوراقه وحساباته، تبرز أهمية توسيعه لدائرة الحوار لأقصى قدر ممكن بالتوافق فيما بينها مكوناتيا، ومن ثم الاتفاق على صعيد الفضاءات العامة كمخرج هادئ لحالة الانغلاق السياسي الذي تعيشه البلاد منذ 8 أشهر، وتجنبا لمزيد من التعطيل في خطوات تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشارع المحتقن بالأزمات. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، ووجدت رحابي بضيوفي الأكارم الأستاذ صباح زنقن والأستاذ حسين الشلخ والأستاذ أحمد عريبي. أستاذ أحمد، أرجع حضرتك، يعني بعد هذا الشوط الكبير من التفاهمات والتوافقات اللي قطعت القوى السياسية، ولكن لا زالت هسه حتى في الاستوديو وحضرتك والضيوف الكرام بقيت في الملف الأول، رحناها إلى الملف الثاني، عقدة الأغلبية بالقرار السياسي أيضا تعود للواجهة مجددا، ولكن ليس حكومة الأغلبية، أغلبية القرار الثلاثي جاوزنا كان الثلث، ناس يسميه المعطل يسموه الثلث الضامن، هسه اليوم صارت البحبوحة أغلبية. طيب راح تنتهي عقدة المشهد السياسي لحد هذه النقطة إذا ما تحدثنا عن الكتلة الأكثر عددا داخل البرلمان؟ استاذ احمد، هو كان اكو حل، يعني حل هذه الاشكاليه وهذا الاستبداد السياسي اسهل من الحل اللي اتخذه السيد مرتضى الصدر بالانسحاب. كان يعني الحل هو بقاء السيد مرتضى الصدر داخل قبه البرلمان
بكتله اي شخص مع الاخوان بالتحالف السني مع المكرون السني والمكرون الكردي، وبالتالي الشروع بالعمل على حل البرلمان. والمتواجدين بالاطار التنسيقي كانوا يتمنون هذا القرار، يعني هم اصلا يعتبرون نفسهم متضررين. لو باقي السيد مقتدى الصدر في مجلس النواب والعمل على تشريع قانون انتخابات جديده، لان انت تعرف المحكمه الاتحاديه الغت القانون القديم، تشريع قانون انتخابات جديده والتوافق على تشكيل حكومه انتقاليه 6 أشهر قويه لها سلطه تستطيع ان تؤدي الانتخابات بنزاهه مطلقه لمده 6 أشهر، وبالتالي انتهاء الانسداد السياسي، لان تعرف اغلب يعني هذا من ضمن الحلول التي يعني نتحدث عنها ما يكون، ولكن نتحدث عن ما هو كائن بالفعل. الان لا، احنا نحكي عن ساعات تفصلنا عن جلسه البرلمان واداء اليمين، ويجوز بإعادة الحلقه الجلسه راح تكون معقوده والاحداث تتغير بسرعه. هسه الاحداث اذا مشت بهذا الترتيب راح نشوف انه الكتله الاكثر عددا يحققها الاطار التنسيقي، ثم ماذا؟ هم راح يكونون بالحاله اخي العزيز، يعني انت تعرف حاليا التيار الاخوان بالاطار التنسيقي راح يتجاوز عددهم على 178 شخص، اذا راح تكون قبه البرلمان هم المستقلين اللي لا يخضعون الى الاخوان بالتيار الصدري ولا يخضعون للاخوان بالاطار التنسيقي. هؤلاء راح يكونون هم قبه البرلمان، اذا استطاعوا ان يتجهوا مع الاطار التنسيقي 100% راح تكون هنالك حكومه بالايام القادمه. اما في حاله بقاء المستقلين، يعني الاصوات جاءت حاله من قبل يوم او يومين من الاخوان المستقلين ومن الاخوان الجيل الجديد بانهم مع حل البرلمان، اذا بقوا بهذه الصيغه انا اتصور من الصعوبه جدا اذا لم ياتوا الاخوان بالمكون السني والاخوان بالديمقراطي الكردستاني ويتفقوا مع الاخوان، من الصعوبه جدا ان يعملوا على الثلثين وبالتالي انتخاب رئيس جمهوريه وتكليف رئيس الوزراء. طيب استاذ حسين، الى اي مدى تتفق مع طرحه الشيخ احمد عريبي، يعني خصوصا وانه لحد هذه اللحظه عقد الثلاثي قد انفرط، بالتالي الكتل الكردستانيه والكتل السنيه تحالف سياده راح يعيد خارطة التحالفات؟ والله لربما أختلف قليلا مع الشيخ أحمد لأسباب عدة. أولا أنا ما عندي إيمان أنه أساسا هاي راح يعني راح تحقق نصاب هاي الجلسة، هذا جانب فيما إذا حققت نصاب السيادة، يعني عندها ضوابط، واحدة من الشروط أنه هو يريد قانون العفو العام تمثيله سياديا، وزارات سيادية أكثر، اخذ حصه من الوزارات اكثر، هذا بالنسبه للسياده للحلبوسي وللخنجر. بالنسبه للمستقلين رايدين النائب الاول، للمعلومات رايدين النائب الاول يكون لهم. بالنسبه للاقليم ماده 40 وقضيه كركوك وما شاكل ذلك، فعلى اعتبار انه هذني خطوط حمر بالنسبه لاطار سابقا، هل سيتفق معهم الاطار بالوقت الحاضر؟ هل سيقدم كل العطاءات؟ بالامس كان عدو واليوم صار يعني اصبح معي مثلا، هذا جانب. جانب اخر مثل ما يعني اسلفت قضيه التشكيل او قضيه النصاب، ما راح تتشكل الثلثين يعني ممكن يتحقق بهاي الضوابط، وهاي الضوابط ما اعتقد الاطار يوصل لهذا المستوى وممكن يوافق عليهن، فبالتالي هم ما عندهم يعني نقطه وراء السطر، عندهم خيارين، خيار انه هم يبقى السيد الصدر هو ممثل بالحكومه وبالسياسه وما شاكل ذلك، ومنسحب من التيار، والبقاء على السيد الكاظمي على اعتبار هو الاوفر حظا الى هذه اللحظه، وانا اعتقد السيد الكاظمي باقي، هذا لا محال الموضوع. زين، هذا جانب. جانب اخر انه يعود التيار الصدري وتتحقق الاغلبيه والمعارضه، ممكن يعود، لان احنا القانون مثل ما ذكرت انه هو ممكن ياخذ وينطي حسب الاجواء. وبالنسبه للسياده هي الرابحه على اعتبار ان الحلبوسي صوت عليه، وقضيه انه ممكن تسقيط الحلبوسي هذا مستبعد جدا، الحلبوسي عنده ظهر قوي جدا على اعتبار الكردي والتيار الصدري، والتحالف ما زال موجود، لهذا الى الان هم يتحدثون بكلمه سياده،
نعم انسحب التيار الصدري لكنه التحالف ما زال موجود وهم يعولون على قضية الأغلبية والمعارضة، لكن الحل اللي ممكن يكون أوسط لكن يرجعنا للشكل القديم مع حكومة خدمات ومع الموافقة على ما يريد التيار الصدري أو السيد الصدر بين هلالين، أن يذهبون إلى الحنانة ويأتون بشكل أو بآخر بالموافقة بالمباركة وما شاكل ذلك، على اعتبار السيد عضو البارتي وفاء محمد كريم على ما أعتقد أنه قال في حال أنه ذهبوا هم للسيد الصدر وطلبوا المباركة والسيد الصدر بارك بالحكومة القادمة اللي هي كاظمية بامتياز، ممكن إحنا نأتلف وياهم من جديد. طيب يعني هذا ما نسميه خلطة العطار استاذ صباح لما أشار لها السيد الصدر باعتبار أنه يعني لما انسحب من عملية سياسية بقاء أطراف في العملية السياسية تمثل الأغلبية وبالتالي الذهاب وإعادة التحالف من جديد، هذه لربما هي نفس ما عبر عن السيد الصدر. هذا نتاج طبيعي طبعا، نتاج طبيعي أنك أنت هي صراع مكونات وليس تآلف مكونات، وأنت تعرف أن المكونات التي نتحدث عنها انتقلت من إطارها الاجتماعي للإطار السياسي، بالتالي نحن نتحدث عن مكونات ربما هي اليوم مستاءة من الأوضاع إن كان مكون شيعي أو كردي أو سني أو ما إلى ذلك، ولكن هناك قوة سياسية هي تريد أن تأخذ حقوق هذه المكونات بأي وسيلة كانت، سواء كانت هذه الحقوق ترجع إلى المجتمع أو إلى القوى السياسية فيما بينهم بوصف أنهم يمثلون المكونات. لكن لنقول أنه العوائق القديمة ستعود مرة أخرى، المشاكل القديمة ستعود مرة أخرى. نحن اليوم إذا تحدثنا عن مسألة بيضة القبان، في السابق كانت القوى الكردية تمثل بيضة القبان، اليوم هناك القوى المستقلة أيضا هم دخلوا كبيضة أخرى لبيضة القبان، بالتالي تحول إلى قوتين في مجلس النواب، لكن تبقى القوى الكردية هي الأقوى من القوى المستقلة. لماذا؟ لأنها هي تتحكم بمنافذ كبيرة من العراق، تتحكم بالمنافذ الحدودية. كل القوى الكردية مواقفة جزء ويا الإطار وجزء ويا الثلاثي. أنا أتحدث ككرد كإقليم كردستان يعني. طيب. وإن كان المصلحة الكردية لا تتجزأ، المصلحة الكردية في إقليم كردستان ربما هي متفقين عليها، لا أحد اليوم جاء ابن كركو أو عفوا ابن أربيل وألقى بصاروخ على سليمانية أو بالسليمانية يضرب دهوك وهكذا، أو يأتون بمشاكل أو تظاهرات فيما بينهم كمجتمع أنا أتحدث، لكن كقوة سياسية يأتون إلى المركز. هناك مشاكل كثيرة قديمة ستعود مرة أخرى. في بداية حديثي أنا قلت لك بأن الورقة طويت، ولكن هذه الورقة ستطوى ترجع مرة أخرى بعد أن طيت. يعني على سبيل المثال عندما نتحدث عن مستحقات الموظفين والبيشمركة التي إلى حد الآن الأقليم تقول في إقليم كردستان يقولون بأن الحكومة لم تعطي هذه المستحقات، حكومة المركز تقول لا نحن نطلب مستحقات نفطية ومستحقات المنافذ الحدودية بين الطرفين. هناك نقطة صراع ونقطة أزمة حول المادة 140 وكذلك مشكلة كركوك وغيرها، هذه ستعود مرة إلى الواجهة السياسية وإلى واجهة المساومات. هذه كلها نقاط خطيرة علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه مسألة يوم غد لا تكون هناك ضربة من عصا موسى لتغير الأوضاع بسرعة، أو أنه يأتي أحد ويقرأ الكرة البلورية ويقول سيحصل كيت وكيت، لكن لنعرف القضية هي أعمق. تعالوا نتحدث عن القضايا الأخرى التي دخلت، يعني مسألة ارتفاع سعر الدولار، مسألة ارتفاع المواد الغذائية، مسألة تفشي الأمراض وظهور أمراض جديدة، هذه كلها تراكمات أيضا أصبح عبئا على الميزانية العراقية وأيضا عبئا على المجتمع العراقي، والقوى السياسية بدأت تتشظى. لهذا أعتقد بأنه إذا كانت يعني مسألة الثلثين أو الثلث الضامن والأغلبية أو انعقاد اجتماع يوم غد كلها أمور معقدة جدا. لا أعتقد ولا أريد أن أجزم باعتقادي بأن يوم غد سوف تكون هي يعني هو اليوم المفصلي أو اليوم الجميل. طيب. لأنهم يعرفون بأن هناك قوة غادرت متمثلة بالتيار، وأن مغادرتها طيب. قد تكون مغادرة لديها وقع كبير جدا في المستقبل على العملية السياسية. طيب. شيخ أحمد نجي على المعيار الرئيسي في العملية. بس أحب أن تفضل. يعني أوضح نقطة. تفضل وضح. إذا كانت هنالك للمكون السني والإخوان في الكردستان الديمقراطي الكردستاني شروط طيب. تعجيزية أنا أقول في الحالة الإخوان بالإطار التنسيقي ما ممكن راح يتفقون معاهم في ظل هاي الفترة القصيرة جدا، وتعرف شروطهم كلها صعبة، يعني قالوا العفو العام وكذلك الإخوان نفط وغاز شروط صعبة جدا. أما في حالة عدم التوافق معاهم أنا أتصور راح يذهبون للمستقلين، شروط المستقلين راح تكون اسهل للتطبيق، وين مع الاخوان
بالاطار التنسيقي. طيب. ليش؟ وبالتالي يريدون يستغنون عن الاخوان بالمكون السني اللي بالسياده والديمقراطيه، يعني اصلا ممثلين من الاخوان السنة عاصم موجوده، وكذلك ممثلين من الاخوان الاكراد الاتحاد الوطني موجود. فانا اتصور يستطيعون تشكيل حكومه في حاله عدم توافقهم مع الاخوان بالسياده والديمقراطيه على ضوء شروط اللي راح يجون بيها الاخوان للاطار التنسيقي. وهنا انا توقعي يعني يكون مع الاخوان بالمستقلين ليشيل، لان المتواجدين حاليا بالسياده والديمقراطيه اعدادهم ما يقدرون يشكلون القرض الضامن، يعني اعدادهم ما تتجاوز ال 100 عضو. طيب هسه كلامك واضح شيخ احمد، ولكن ايضا اريدك توضح لي بعد اكثر، يعني هسه زمام المبادره بيدمن الكره في اي ساحه؟ وبالتالي تروح الى ساحه الاغلبيه، مطلوب ثلثين. ليش؟ لان الشروط اللي جايين فيها الاخوان الديمقراطي شروط قويه جدا، واذا طبقت من قبل الاطار فانا اتصورها بعد شارع، ما ممكن شارع يوافق عليهم. بعد يعني الداخل بيها قبل طيب. لا اجيب على السؤال. لا هو السؤال ايضا من ضمن هذا الموضوع، هسه منو اللي ماسك بزمام يعني خيوط اللعبه السياسيه، خلينا نسميها الكره في ساحه منو؟ من الذي يستطيع ان يضع الشروط ومن الذي يتنازل بالمقابل؟ الان الكره اللي ماسكين بالحل واللي يستطيعون ان يشكلون حكومه هم الاطار التنسيقي، يعني قلت لك اعدادهم تتجاوز ال 178 شخصيه عضو مجلس النواب في حاله نداء اليمين الدستور اليمين من قبل الاخوان بالاعضاء الجدد. اذا ردت القسم راح تكون اعدادهم مع العزيم مع الاتحاد الديمقراطي مع الكتل المستقله اشراق التشرين والكلدانيين، انا اتصور اعدادهم راح تتجاوز ال 180. ينقص فقط المستقلين. نعم. والمستقلين انت تدري قسمين، اصلا قسم منهم متجه الى الاطار التنسيقي. نعم. يعني انت لا بالتصميم تصميم 9 اشخاص قاعدين راح يتجهون من الى الاطار التنسيقي، وكذلك قسم المستقلين. يعني هذا الموضوع شيخ احمد ما راح يخلي الاطار هو الذي يضع الشروط على من يدخل معه في تشكيل الحكومه الجديده او في تحقيق الثلثين؟ عدم، يعني ما قدروا الاخوان في المكون السني ولا التربي ان يستغلوا، انا اتصور يقدرون يشكلون حكومه مع الاخوان. نعم. المستقلين. طيب احنا ايضا في هذا الموضوع اشركنا متابعي موقع قناه الايام الفضائيه ضيوف الكرام، سالنا المتابعين هل تعتقد ان العمليه السياسيه ستشهد مخرجات للازمه قريبا اثر الحراك السياسي للاطار؟ 71% قالوا نعم، و 28% قالوا كلا، و 1% تحفظ على الإجابة. الأستاذ صباح زنقنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، شكرا جزيلا لمرافقتك لنا، وأيضا الأستاذ حسين الشلخ المعارض السياسي، شكرا جزيلا أستاذ حسين لتواجدك معنا في الاستوديو ولهذه الإيضاحات الكثيرة. الشيخ أحمد عريبي النائب السابق انضممت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا لصراحتك، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في عمان.